مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء التي لم تعد منتشرة كثيرا في وقتنا الحاضر، بالرغم من كونه اسم له من المعاني القيمة والرفيعة ما يجعله مميزا وفريدا. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم نعمان. نعمان اسم علم مذكر من أصل عربي، وقد كان يطلق على ملوك الحيرة، وقيل أنه اسم من أسماء الدم، ويطلق أيضا على نبات عشبي أحمر الزهر مبقع بنقط سود يقال له شقائق النعمان، وسمي بذلك لأن النعمان اسم من أسماء الدم، ولذلك فهو قرينه في لونه، أو هو على صيغة المبالغة على وزن فعلان. مصدره نعم، والنعم هو طيب العيش واتساعه، يقال يوم نعم أي طيب العيش رغد. صفات حامل هذا الاسم: إنسان ذو شخصية تجمع بين طبائع متناقضة لكنها تمتزج بشكل مفيد ومناسب، يصر على بلوغ أهدافه ويخطط لذلك جيدا، لديه ميول واهتمامات فنية يمكن استثمارها وتنميتها، يتصف ببعض العناد أحيانا ومع ذلك فهو مسامح، حساس ويتضايق بسرعة من الانتقادات التي توجه إليه، واضح جدا في مشاعره لمن حوله. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم نعمان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.